مرحبا متابعي قناه شوف تي في، كنتواجد دائما معكم مديريه الناظور في هذه الحصيله المسائيه العاجله اللي كتوصلوا بها من طرف وزاره الصحه. وبطبيعه الحال هناك ارقام تبشر بالخير، خاصه فيما يتعلق بحالات الشفاء الذي تجاوز ازيد من 170 حاله شفاء في هذا اليوم 2 ماي 2020. ولله الحمد الوضعيه مستقره بالمملكه المغربيه بالرغم من العدد ديال الاصابات اللي كتسجل بشكل يومي. اذا اخواني اخواتي ولله الحمد كما كتشوفوا انه العدد ديال حالات الشفاء يعني ارتفع في هذا اليوم 173 هو عدد اللي هو مهم اخواني اخواتي. نتمنى ان الامور تمشي. اذا خوتو كما قلت لكم انه الحمد لله اليوم ازيد من 173 حالة شفاء، وهو عدد يعني كبير، ونتمنى ان شاء الله نشوفوا عدد اخر. اذا اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد على الساعة 4 من يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابات المؤكدة إلى 4729 إخواني أخواتي. هذا هو العدد الإجمالي ديال المرضى أو المصابين بفيروس كورونا بالمملكة المغربية. كذلك أضافت وزارة الصحة عبر بوابتها بطبيعة الحال أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 34638 حالة. الحمد لله هاد الناس داروا لهم تيست والتحاليل ديالهم، وتبين أنه التحاليل ديالهم سلبية خاليين من أي فيروس ديال كورونا. بطبيعة الحال العدد ديال حالات الشفاء يرتفع يوم بعد يوم، وسجل في هذا اليوم حوالي 174 حالة شفاء، والمجموع هنا 1256 حالة شفاء. البارح كانت 1088، اليوم صعدت واحد العدد اللي هو كبير 1256 حالة الحمد لله تعافت من فيروس كورونا. فيما بلغ عدد الوفيات بالمملكة المغربية ل 173 حالة وفاة، إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا الحال وزارة الصحة يعني كتنصح المواطنين والمواطنات بالالتزام بالاحتياطات اللازمة وأخذ الحيطة والحذر من أي اختلاط أو من أي تجمع إلى غير ذلك. الإخوان مرحلة الخطر ما زالت مستمرة بالمملكة المغربية من ناحية هذا الفيروس تاع كورونا. حذاري حذاري إخواني من التهاون، من عدم يعني لبس القضيه نتاع اللي بافيت هذه الكمامات الى غير ذلك من ادوات التعقيم الى غير ذلك. ارجوكم اخواني بقوا في المنازل ديالكم، نزيدوا شويه الاسابيع ان شاء الله وتعود الحياه للمجاري ديالها. اذا اخواني اخواتي 4729 هذا هو العدد الاجمالي ديال الحالات اللي تسجلات في المملكه المغربيه. دمتم سالمين وشكرا لكم على المتابعة. نلقاو معكم بعد قليل في ساعة قبل الفطور. شكرا لكم.